جمهور الأهلي، جمهور الأهلي دايما جمهور عظيم بجد، وجمهور بيتمسك برغبة الفوز وثقته في فرقته لغاية ما بعد النهاية. نشوف القنوات المختلفة في إشادتها بجمهور الأهلي، والبداية مع محللي أبو ظبي الرياضي. محسن، تكلمنا عن جمهور، جمهور مرعب صحيح. الأهلي مرعب 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 حقيقة، اللي هو انه قدر انه يضع الفريق في الطريق الصحيح الايجابي. حتى تعليقاتهم شوف انت، حتى التفسير، حتى المتابعة، حتى الاسلوب القائهم فيها، ما في اخطاء او خطا على احد من الناس، ولكن انهم مرعبين في تصريحاتهم، وايضا مرعبين في تشجيعهم. ولاجل شيء ان اللاعبين على طول انربطوا بالجمهور، ان الجمهور هو السبب في تأهلنا للدور الثاني. على قولة عمار جمعة، الأهلي بجمهوره مرعب وبلاعبينه متعب. متعب حسب الكعب اللي سواه البارحة. حاجة تفرح، هكذا الأهلي في عيون الأشقاء المحللين والخبراء. ودائما هناك مقولة ان الخليج كله من اثار مش اهلاوي، ولكن حتى لو لما يجد الاهلي هذا الانصاف المستمر من خبراء مش اهلاوية، انا بقول لا، بس افرض انه مش اهلاوية، هذه لحظة الحقيقة. صحيح. إذن الاهلي جمهوره مرعب ولاعبيه متعب، لكن جمهوره مرعب. انا عايز اتوقف معلش يا استاذ ابراهيم قبل ما نخش على الفيديو الثاني، هكذا نريد جمهور النادي الاهلي. هو اشد بايه؟ قال لك جمهور ما بيغلطش في حد، مركز مع فرقته، بيؤازرها ويحفزها. هو ده الدور. ولما بيتفرغوا له بيبقوا احسن جمهور في افريقيا كذا مره. وهو ده الجمهور، هو ده الدور اللي احنا عايزينه. ولكن نشوف برضو الكابتن خالد بيومي ومنذر عبد الله في قناة ابو ظبي تاني هيقولوا ايه على نفس الموضوع. يعني انت تخاف من الاهلي في الوقت بدل الضايع اكثر مما تخاف من الاهلي في التسعين دقيقة كلها. وده حقيقة، ده اللي بيتقال عندنا في مصر. الاهلي اخطر وقت عنده 95، اخطر وقت. معظم مكاسب النادي الاهلي دايما في ال 95، بمعنى الاهلي لا يرمي المنديل، فرقه بتلعب دايما على النفس الاخير والنفس الطويل. دي برضو كره بتوريك جمعيه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي. الاهلي بمن حضر، موجود متعب غير متعب، كل لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه التيشيرت. الكره دي فيها كثافه عبديه عاليه جدا، فيها عماد متعب راس الحربه، فيها دهن في العتائق. بالظبط، يعني بتتكلم على واحد عنده خبره عاليه جدا في وقت صعب جدا، ومتعادل 1-1 وخروج من البطوله، يعمل الكره زي لعمرو بركات وجنبه حسام غالي لعب الارتكاز. ما معناه ان ده بتتكلم على قيمه حقيقيه جوه الصندوق لا يعلمها غير عماد متعب. ان انا واحد عندي خسرانه في وقت من الاوقات، ان ممكن يعمل لي فرق ويعمل لي حل. الكره دي ما يفكرش فيها واحد عنده الخبره، عنده الخبرات العاليه جدا زي عماد متعب في الكره اللي احنا شفناها. يعني هذا الهدوء في هذا الوقت المشحون، يعني خاصه المباراه كانت مشحونه ابو عبد الله. صحيح، هني بتبين يعني خبره اللاعب وهدوء اعصابه. انا هو شايف اللاعب عمرو بركات. عصام الشوالي التونسي بقى أهلاوي قوي، وكل المعلقين مع كل الأهداف التاريخية المؤثرة تقريبا بقى كل واحد فيهم بقت له لازمة في أهداف الأهلي. من هؤلاء المعلقين معلق قناة السعودية الرياضية عامر عبد الله، لحظة إحراز عمرو بركات الهدف هدية كعب عماد متعب. شوفوا الرد أو التعليق العفوي من معلق عربي بقى ما عندوش لها اهواء لا يمين ولا شمال، نشوفه قالها ازاي. حسام غالي والهدف راح يكون غالي، والكره ملعوبه للنادي الاهلي داخل منطقه الجزاء من المرمى. بعنفوانه، بتاريخه، بامجاده، بروحه،
كبرياء النادي الاهلي، جاب روحه الكبيره ودفع دعبة كبرياه الكبيره، ويابا تاريخ الكبير ان يودع البطوله، فالتاريخ يثبت بانه المرشح الاول للبطوله والاهلاويين. يعني شفنا الاشاده في قناه ابو ظبي، وشفنا الكابتن خالد بيومي وهو اسماعيلاوي مش اهلاوي، ولكنه دائم الانصاف للنادي الاهلي عندما يتحدث في لحظه الحقيقه، راجل موضوعي. وشفنا منذر عبد الله، وشفنا دلوقتي عامر عبد الله تنبأ والكره تتحرك، قال لك لحسام غالي وهيكون هدف غالي، وحسام غالي وهيكون هدف غالي، ولا لا 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 الله الله الله, الله. كبرياء وعنفوان النادي الاهلي، كبرياء وعنفوان النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي والتوقع، والاهلي لم يخذله. يبقى اذا ليس الجمهور فقط هو الذي ينتظر دقيقه 90، ولكن جميع الاشقاء دلوقتي بقوا ينتظروا الوقت بدل من ضائع، ولذلك دايما التلقيح على الوقت بدل من ضائع، اللي ممكن الاهلي احيانا بيتلقى فيه قلما يعني الهزيمه، لكن ساعتها بيبقى الوقت ما تجيلك في جون الدقيقه 7 ولا بتاع مش مشكله، لكن انت تجيب جون في الوقت بدل بتضايق قوي قوي.